مساء شباب وبناتك اللي قاعد يتابعوني. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الكاربال تانل. تابع المحاضرة. تحدثنا بالفور ارم عن هذه المنطقة، انه عرفنا انه اكو كثير من التندنس راح تمر بهذه المنطقة، ولكن عمليا انه اكو نقاط تفاصيل معينة انه ما اخذناها بنظر الاعتبار، على الرغم من انه المحاضرة اليوم تقريبا راح تكون معادة بشكل يعني لا بأس به، ولكن انه اكو تفصيلات بسيطة انه نحتاج ان نأكد عليها بهذه المحاضرة. بالوقت اللي قاعد أسجل هذا الفيديو عندي 4 محاضرات إن شاء الله راح تكون جاهزة للرفع. المحاضرات هاي راح تكون عبارة عن كاربال تانل، عبارة عن anatomy of finger والاناتوميكال سناف بوكس، وراح يكون عندي أيضا النيل أفرتس إنه راح نتحدث عنه. كان من المخطط إنه يعني شوي تغير الترتيب، يعني تغير ترتيب المحاضرات، ولكن الكونتنتس المحتوى راح يكون نفسه، مجرد تغيير بالترتيب. تابع المحاضرة. أول فقرة هي structures form the carpal tunnel، structures أو التراكيب اللي راح تكون الكربال تنل. الكربال تنل هو عبارة عن مكان موجود بالرست، أو عبارة عن شيء تكونه أجزاء معينة موجودة بالرست. شنو معناته؟ الكربال تنل راح يتكون من الكربال بونز ومن الفلكسر ريتيناكلم. الكربال بونز مثل ما قاعد نلاحظ، طبعا هذه الصورة شوية اكو يعني عندي خلاف عليها، ولكن المهم عندي والمهم اللي اريد نوصل له انه هذه هي عبارة عن الكربال بونز. هذه الكربال بونز مكونة شيء اسمه كربال ارك او بوني ارك. الكربال ارك هو عبارة عن بوني ارك، يعني عبارة عن قوس مكون من العظام بهذا المعنى. فهذا الكربال ارك راح يتكون مثل ما قاعد نلاحظ، يتكون من الكربال بونز وراح يغطي الفلكسر ريتيناكلم، فراح يكون عندي الكربال تنل. هذه الصورة هي أفضل صورة تشبه الكربال تنل. هذا هو عبارة عن الكربال أرك اللي مكون من كل الكربال بونز. كل الكربال بونز راح يتكون عندي الكربال أرك. احنا نعرف انه الكربال بونز انتيريرلي، يعني تركيبها او خلينا نقول ترتيبها انتيريرلي، راح يكون كونكيف يعني مقعر، وبوستيريرلي راح تكون كونفكس. هذا هنا راح يكون بوستيريرلي او دورسالي، وهذا راح يكون انتيريرلي مثل ما قاعد نلاحظ. فهذه انتيرير راح تكون كونكيف، وبوستيريرلي راح تكون كونفكس. فطالما هي كونكيف انتيريرلي وكونفكس بوستيريرلي، فعمليا راح تكون عندي هذا الارك، وهذا الارك بحد ذاته فقط الكربال ارك راح يكون عندي جروف. جروف يعني خندق، كل احنا نعرف الخندق يعني شنو هو. هذا الخندق اذا غطيته راح يصير تنل، فالفلكسر ريتيناكلم مع الكربال ارك راح يكون عندي الكربال تنل. الان بهذا السلايد اللي اريد افهمه من هذا السلايد انه الكربال او سوري الفلكسر ريتيناكلم بأي نقاط بالكربال بونز راح يرتبط حتى يكون عندي الكربال تنل. طبعا ايضا نعرف سابقا انه الكربال بونز احنا قسمناهن الى بروكسيمال رو وديستال رو. فور كربال بونز مكونة البروكسيمال رو اللي هو هذا، وفور كربال بونز مكونة الديستال رو اللي هو هذا. الآن النقاط اللي يرتبط بها الفلكسر ريتيناكلم عندي من هاي الجهة راح يكون البيزي فورم، ومن هاي الجهة راح يكون عندي التوبركل اوف سكافويد. هذه الجهة راح تكون عبارة عن التوبركل اوف ترابيزيوم، وهذه الجهة هي الهوك اوف هاميت. الهاميت اللي هو العظمة، يعني واحد من عظام الكربال بونز، يعني راح يكون عنده هوك. الهوك هو ببساطة مثل الخطاف يعني. المهم انه بروز prominent او prominence sorry prominence، فهذا البروميننس راح نسميه الهوك اوف هاميت. راح يرتبط بهن ذني النقاط كلهن، راح يرتبط الفلكسر ريتيناكلم، وبالنهاية راح يكون عندي الكربال تنل، ومن الكربال تنل راح تمر عدد من structures.
هذه الصورة أيضا هذه هي تمثل الواقع أكثر من يعني الصورة اللي شفناها، يعني هذا الكات سكشن ترانسفيرس كات سكشن يمثل الواقع أكثر من الصورة اللي شفناها قبل شوية من الكات سكشن، يعني من الترانسفيرس سكشن. يعني مثل ما قاعد نلاحظ، هذا الهاميت، هذا الكابيتيت، هذا ترابيزويد، وهذا الترابيزيوم. يعني هذا هاي النقطة اللي ماخذيها هي عبارة من الديستال رو، يعني ماخذين كت سكشن ترانسفيرس كت سكشن من الديستال رو. هذا هو عبارة عن الفلكسر ريتيناكلم، فيمثل عندي الكاربال تنل. الآن الكونتنتس، محتويات الكاربال تنل، وهي من أهم الفقرات. عندنا مثل ما قاعد نلاحظ الآن posteriorly، أنا لازم أتخيل posteriorly شنو موجود. posteriorly من ناحية posterior موجود عندي الاكستنسر ريتيناكلم اللي راح يغطي كل دني التندنس، أوكي، اللي راح يمرن من الفورارم إلى الهاند، وراح يعمل الانسيرشن بكذا مكان. ولكن اللي يهمني إنه هذا البوستيريور اللي خلف الكاربال تنل راح يكون عندي الاكستنسر ريتيناكلم. الآن anteriorly اللي أريد أفهمه من هاي الصورة، هذا عبارة عن البالمر كاربال ليجمنت، عبارة عن ليجمنت يغطي كل هاي الأمور. هذا هو عبارة عن البالمر سترونجست تندن، وهذا هو البالمر أبينيروسس. أنا راح أزيل كل ذني بحيث أنه أطلع الفلكسر ريتيناكلم، أسوي إكسبوجر للفلكسر ريتيناكلم، وألاحظ أنه هذه structures راح تمر كلها تحت من الفلكسر ريتيناكلم. هنا أنا قاعد نلاحظ انه ذني structures متمثلات بشنو. هذني مثل ما قاعد نلاحظ هنا هاي عبارة عن التندنس، ذني كلهن مجموعات التندنس of flexor digitorum superficialis، وتحت منهن راح يكون التندنس of flexor digitorum profundus. ذني كلهن مجموعات بالcommon flexor sheath اللي أخذناه مسبقا، واللي سميناه أيضا الألنر بيرسا. الألنر بيرسا هو يعني مرادف، خلينا نقول synonyms مرادف للكومن فلكسر شيث، الالنر بيرسي او بيرسا. هذا عبارة عن الميديان نيرف، هذا الميديان نيرف، وهذا عبارة عن التندن مال الفلكسر بولشز لونجس، ايضا محاط ب بيرسا او يعني فلكسر شيث او سينوفيال شيث، فلكسر سينوفيال شيث محاط بفلكسر سينوفيال شيث، ويكمل طريقه بالكاربال تنل. فذلك ببساطة محتويات الكاربال تنل، هذا راح نسميه أيضا الراديال بيرسا، وهذا الألنر بيرسا، وهذا الميديان نيرف. ذني ببساطة محتويات الكاربال تنل، ذني ثلاثة فقط ممكن نلخصها يعني. الآن لو أردنا نزيل كل شيء ماكو أي كونتنتس بالكاربال تنل، شنو نلاحظ؟ نلاحظ إنه هاي الأرضية ممثلة بطبعا هذه راح تكون مباشرة الكاربال بونز، وهذا اللي مغطي ليجمنت ذني، ليجمنت اللي يعني رابطات الكاربال بونز ذني، هنا اللي راح يكون الكرب الريست جوينت، اللي راح نتعرف عليه ان شاء الله مجرد انه نخلص الهاند راح نتعرف على الجوينتس. هذني هنا أنا ما عندي اي شيء مرتبط بهن، ما عندي تندن ترتبط بهاي النقاط، ما موجودة. مثل ما قاعد نلاحظ هذه هنا أنا ماكو عندي مكان اماكن ارتباط، ما مرتبطة. إذا أكو تندنس ترتبط بالكاربال بونز فراح ترتبط بالأشياء اللي تكون prominent، مثل هذا البيزي فورم وهذا الهوك أوف هاميت. ما عندي نقاط بعد أخرى ترتبط بها اللي يريد يرتبط. أيضا أكو عضلات ترتبط بالكاربال بونز ولكن ترتبط بالفلكسر ريتيناكلم، والفلكسر ريتيناكلم هو يربطها فترتبط بالكاربال بونز بطريقة غير مباشرة. هذا طبعا هاي anteriorly. هاي posteriorly مثل ما قاعد نلاحظ ماكو نقاط مرتبطة بالكاربال بونز. هذا آخر سلايد عندنا، مثل ما قاعد نلاحظ هذه قاعدة تمثل الألنر بيرسا، وهذه الراديال بيرسا. هذه ذني الفور تندنس عبارة عن التندنس of flexor digitorum superficialis، وذني التندنس مال flexor digitorum profundus، كلهن مجموعات compact بشيث بالcommon flexor sheath اللي سميناه الألنر بيرسا. وهذا أيضا راح يكون عبارة عن التندن of flexor bullosus longus مغطى أو محاط بفلكسر شيث بسينوفيال شيث، سميناه أيضا الراديال بيرسا يعني ببساطة. وعندنا هذا عبارة عن الميديان نيرف، وطبعا مثل ما قاعد نلاحظ أكو فات
يعني ذني embedded بفات يعني موروثات، الفات صار في العجينة وهنا موروثات به، حتى تملي الفراغات البقية. يعني الباقي مو فراغ، مو هيك فراغ وبس، لا اكو فات، وهذا طبعا راح يغطي الفلكسر ريتيناكلم. لازم نفهم ايضا انه انا عندي هذا الالنر ارتري والالنر نيرف، وهذا اللي هو التندن مال الفلكسر كاربي رادياليس، وتفاصيل اخرى ايضا لازم نفهم انه كلهن موجودات خارج الكاربال تنل. اللي موجود داخل الكاربال تنل فقط 3 ستراكشرز، احنا نلخصهم ب 3 ستراكشرز: النر بيرسا، راديال بيرسا، والميديان نيرف، وفقط. ولهنا انتهت عندي المحاضرة، نلتقي ان شاء الله بمحاضرة اخرى.